البر والبر صلى الله عليه وسلم وسلم بأجل الصلوات واجمعها واسقط الديات وانزاويها على هذا العهد الذي وفى بحق الربوبية وبرز فيها في العلعة القمال وقام بالحق ربوبيا في أوامر العزمة لله صلى الله عليه صلاة يتصل بها روح مصلي عليه وينبسط في قلبه نور سر تعلق به وحبه ويكتب بها بعناية لله في إذنه وعلى آله وصحبه.